الآن يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريم عدد من العلماء والأئمة والقراء والمفتين والواعظات. أولاً، من داخل جمهورية مصر العربية، الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم يونس صبح، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازيق جامعة الأزهر. ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما اتولد جبريل نزل سماه، الله واحد أحد صلى عليه في السماء. الدكتور محمود عبد الخالق عبد الخالق الفخراني، مساعد وزير الأوقاف لشؤون الامتحانات. سلام الله رب الحرم والبيت، انا تبت مش ندمان، عشمان في اهل البيت في المصطفى العدنان. الشيخ محمد حسن عبد العظيم حسن، امام وخطيب ومدرس بوزارة الاوقاف. في الحلم لما بكيت طبطب على كتفي، بتوضى لما صحيت بدموعه في كفي، والكل جرح داوى. الواعظة وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم، واعظة معتمدة بالأوقاف ومدير عام بشركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة. الشيخ محمود محمد حسن الخشت، قارئ معتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وينوب عنه في حضور التكريم نجله طه. الشيخ عبد الفتاح علي عبد الفتاح درويش الطاروطي، قارئ معتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون. خارج جمهورية مصر العربية، فضيلة الشيخ أبو بكر عبد الله جمل الليل، مفتي جمهورية القمر المتحدة.